بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بيكم وبسمة أمل جديدة. بسمة أمل النهاردة عن فكرة إن ساعات الإنسان بيبقى غضبان من أشياء وبيبقى كاره أشياء ويمكن يبكي ويمكن يتعصب وتكون هي قمة الخير ليه. فعلا، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. أنت ما تعرفش، أنت بتتحرك في الحياة، لكن ما تزعلش قوي ولا كمان تفرح قوي. القصة النهاردة قصة حصلت من، يعني هي قصة قديمة، تاريخها 1958. القصة إن هو شاب بلجيكي، كليفورد، اسمه كليفورد. كليفورد دون راجل غلبان، يعني على قده حاله جدا. جات له أخيرا وهو ما كانش لاقي شغل، جات له فرصة مقابلة انترفيو لوظيفة. هيشتغل ايه؟ مساعد طبيب اسنان. فرح جدا 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 ان هم قالوه احنا اصلا موافقين ان انت تعمل الانترفيو، لسه ما قابلوهوش بس تحضر تعمل المقابلة. فبقى يعني استعد جدا جدا جدا، نفسه يشتغل وهو مش معهوش مؤهل عالي، فعايز يشتغل مساعد طبيب اسنان هناك في بروكسل في بلجيكا. وبقى نقى لبسه كويس قوي قوي قوي، مهتم جدا بالمقابله، صحي بدري جدا، لبس لبسه، بيدور على المحفظه اللي فيها البطاقه بتاعته وفيها فلوسه، ما لقاهاش. قلب الأوضة فوق وتحت فوق وتحت، مفيش فايدة، فتش في كل مكان مش لاقيها. الوقت كان عمال يمر بسرعة، أول مرة عايز يكسر ساعته عشان يوقف الوقت. طب ها، يكمل تدوير ولا يروح؟ ما عادش فاضل الا 40 دقيقة والأتوبيس بياخد 30 دقيقة، يعني الوقت يدوب. طب ما هو لو راح ومعهوش البطاقة يبقى أنت مين؟ ولو تأخر لغاية ما يلاقيها. بدأ يعرق وبدأ خلاص قرر ان هو لازم يروح جري. خبط على جاره، استلف منه فلوس عشان بس يركب المواصلات. راح، المشكلة التانية ان الاتوبيس اتأخر وهو اتأخر، فراح الميعاد متأخر. دخل الموظف سأله، قال له انت جاي تاخد وظيفة وانت ما بتحترمش المواعيد؟ مفيش وظيفة. وطلعه ومشاه بره. رجع بيعيط وحس ان الدنيا اتقفلت قدام عينيه، فاضطر ان هو يقبل اي وظيفة تانية تجيله. فقالوا له ممكن تيجي تشتغل في استوديو بتاع رسامين، انك تمسح الاماكن ويعني تشتغل يعني كده ايه، سكرتارية بسيطة، ولو في دهانات مطلوبة تروح تشتريها. اضطر يقبل وهو كاره اللي هو بيعمله، وبدأوا يسموه هناك بيبو كده، يعني اسمه مش بيبو المصري يعني، انما بيبو البلجيكي يعني. وبدا يروح وبدا يشتغل، يتفرج على الناس اللي بترسم، قاعد بيتفرج. بدا يقول لنفسه طب ما انا بدل ما انا قاعد ما حدش بيطلب مني حاجه، ما انا اجرب كمان على لوحه. بدا يشتغل، بدا يطلع فكره، بدا يطلع كونسبت، شخصيه جديده. عارفين مين الراجل ده؟ ده اللي طلع فكره السنافر. عارفين السنافر؟ السنافر اللي طلعها الراجل دون، اللي اتأخر على معاده، اللي دخل المجال ده غلط. الراجل ده طلع السنافر، وبعدين تحولت إلى شخصية ناجحة جدا، وبعدين اتنقلت من الورق اللي هو كان بيرسمه للتلفزيون، وبعدين اتنقلت منها للسينما، وبعدين اتعملت بكل لغات العالم، وبعدين عرفها الكبار والصغار، وبعدين عمل فلوس كتيرة جدا جدا جدا. تخيلوا لو الراجل ده كان لقى محفظته، أكيد أكيد ما كانش هيبقى في المكان اللي هو فيه. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. اتحرك في الدنيا وسيب الأمر لله، ساعتها فعلا بسمة أمل. شكرا والسلام عليكم.